بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اخواني الاعزاء راح نتكلم عن افضل طريقه لوقايه المينا من جميع الامراض بدون ادويه فوائد واستخدام المينا ولجميع الطيور المينا خاصه في فصل الصيف اخوان لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وهو تفضلا منكم ولا اجبار إذا تريدون أن تكون طيوركم وخاصة المينا بصحة جيدة ونشطة في طول السنة إخواني الأعزاء لا تنسوا أن يكون كل مربي عنده خل التفاح الطبيعي في البيت خل التفاح الطبيعي له فوائد كثيرة ويحتوي على الفيتامينات والأملاح الضرورية لطيور الزينة ومنها المينا ويقتل كل الفيروسات والبكتيريا وكذلك الطفيليات والفطريات في جسم الطائر إخواني استمعوا للفيديو الآخر حتى المعلومة. تصلكم بصورة جيدة راح نحكي عن فوائد الخل التفاح الطبيعي للميناء وطريقة استعمال الأمهات والأفراخ وكذلك تشخيص الخل التفاح الطبيعي المصنوعي وهل إنه خل التفاح الأبيض مفيد للميناء أو لا مثلا نقدر نضع الأكل الأمهات هذا جزر عظم الحبار بي وكذلك صدر الدجاج المطبوخ اضع كم قطره من خلطه ثلاث اربع قطرات وراء بعد جلين. حجم الغذاء خلط التفاح راح يزود البكتيريا المفيده ويقلل البكتيريا من البكتيريا الضاره في جسم الطائر خلط التفاح الطبيعي يعمل على تعديل قلوية الدم ويعمل على التوازن الحموضية ويقتل الفطريات في حصة الطائر يساعد على تحسين الجهاز التنفسي ويقتل الفطريات الداخلية وكذلك الخارجية هو خل التفاح الطبيعي يقوي نظام المناعة عند الطيور شوف الأمهات تاكل من هذا الخليط يقوين هذا هو ضد مرض السامونيلا ويمنع انتشار هذا المرض هو مطهر معوي ونضع خل التفاح الطبيعي على مثل هذا أكل أفراخ مثلا قبل ما عجة وقت لما نعجنه ثلاث اربع قطرات نحطهم عليه ونطيه الافراخ اخواني عز هذا خليط من جزر وبياض البيض من حبار كذلك فيه وفيها من صدر الدجاج المطبوخ حلقات السادسة تكلمنا على هذه هذا الاكل وهذه الاشياء والافراخ التي تاكل عن طريق السرنجة تستطيعون وضع قطرة او قطرتين من خل التفاح على عجينة الافراخ تطلع حسب مقدار العجينة على عجينة الأفراخ أو السلاق وتعطوه الأفراخ قلنا هذا العجينة متكونة من صدر الدجاج المطبوخ خالي من أي مادة أخرى من ملح والبهارات وعظم الحبار وكذلك الجزر أو التين وبياض البيض في حلقات سابقة تكلمنا عن هذا الموضوع كما تلاحظون أخواني شوفوا هذه قوي مناعة الأفراخ وينشطها ويساعد على نمو الأفراخ اخواني الخس همنا نقدر نعطيه للطائر المينا ناخذ ورقة من هذا الخس يجب الخس ناخذ ورقة شوية من عده ونغسلها جيد ونظيفه كون ونغسلها وبعدين مثل قطعة من الخس مثل هاي تجد عندنا عاد هاي مثلا شيء ونغمسها نقدر بالخال التفاح الطبيعي ونعطيها للمينا وقلنا فوائد الخل والتفاح والخس كذلك بحلقة ساعة الخسم حكينا هو مفيد ضد التشحم ومفيد للطائر فيه فيتامينات مثل فيتامين ك وغيره وفي فصل الصيف الخس والخل يعطي برود الطائر والميناء يحب الخس ونضع عشر قطرات من خل التفاح الطبيعي في مشربة الطائر عشر قطرات اخوان العزاء واحدة اثنين ستة سبعة تسعة عشر عشر قطرات هذا راح يعطي حموضية لماء الطائر وأفضل عامل للوقاية من الأمراض لأن البكتيريا والفيروسات ما يعيشن في بيئة حامضة نقدر هذا الماء من خضة ونعطيه بعد تعطيش الطائر حوالي ثلاث ساعات ونعطيه الطائر حوالي أسبوع مرة أو العشر أيام مرة وكل يوم يكون تبدلوه مدة 24 ساعة بدلوه هذا الخليط ملاحظة الخل يجب أن يكون خل تفاح طبيعي ولا مصنوعي ولا خل أبيض خل تفاح الطبيعي لونه يكون غامق وفيه شوائب مثل عندنا هذا أخواني الأعزاء هذا خل تفاح طبيعي شوفوا غامق هذا خل تفاح طبيعي وفيه شوائب ولكن الخلط التفاح المصنوعي عندنا مثل هذا الخلط التفاح شوفوا هذا صافي وما شوائب شوفوا لونه شويه فاتح ما ما مو غامق هذا مصنوعي هذا خل التفاح المصنوعي ما فوائد ويضر صحه الطائر وحتى الجسم مو زين هذا هذا مواد كيميائيه اما هذا خل التفاح الطبيعي عندكم شوفوه هذا فوائد عظيمه ومفيد لجسم الطائر وكذلك خل التفاح الابيض احنا ما نوصي به هو ماكو فايده للمينا ويجب عدم اعطاء خل التفاح الابيض اخواني الاعزاء وكذلك وضع خل التفاح الطبيعي في حوض الاستحمام هو يلمع ويرتب الريش الطائر ويقتل الفاش والقمل في ريش الطائر كما تلاحظون اخواني شوفوا الطائر قاعد يسبح مثل تقدرون يوضعون ملعقة مال أكل في حوض سباحة الطائر الماء يجب يكون يجي يكون دافئ يعني لا حار كلش ولا بارد في الصيف تقدرون يوم يسبحوا الطائر الم... وإذا شرط شفت الطائر عندكم خواني ما يسبح وما يطب الحوض السباحة تقدرون تستعملون طريق الرش صورة بحيث لا تأذون الطائر وتسبحون الطائر وكذلك خلق التفاح راح يقتل شكو فطريات على جسم الطار هم يكتلهن. وقت التسبيح هم قلنا في حلقات قاسية وقت الظهر والصباح أفضل من وقت الغروب خلط التفاح هو مفيد في مرحلة غيار الريش وقت الإنتاج وقت التزاوج في وقت وضع البيض والأفراخ خل التفاح يقتل العديد من الفيروسات والبكتيريا ويمنع من وصول السموم لجسم المينا خل التفاح يصعد من شهية الطائر وضد التشحيم الطائر ويقوي مناعة الطائر وهو مضاد حيوي فعال ضد كثير من أمراض المينا وطيور الزينة فوائد له كثيرة وهو مفيد لطائر المينا في كل فصول السنة خل التفاح كذلك ضد المشكلات الهضمية وضد الإسهال الدم. وخلط التفاح الطبيعي هو مفيد للكبد ويدفع السموم الكبد خاصة في فصل الصيف وضد الأمراض العفونية والخيط الأزرق وكذلك يعالج التهاب الحلق والسعال وجيوب الأنفية والقصب الهوائية وكذلك يعالج الأنفلونزا والكنجر والسامونيلا ويحرق الدهون في الطعر خلط التفاح مطهر معوي وضد مرض ورم المعده اخواني الاعزاء خل التفاح يحتوي على فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 سي و والفيتامين اي e والاي وكذلك يحتوي على البوتاسيوم والمنيزيوم والحديد والكالسيوم والفسفور والكبريت ومواد اخرى ومفيد ما بيضرر فشني كل عشر ايام طيب مره استعملوه قلنا تضعون مثل مشرب أو عشر قطرات في كاف وكذلك خود تفاح هو مطهر عام لكل لوازم القفص عن طريق الرش على المجادم أو القفص أو أرضية القفص وحتى مشربة الطائر نقدر ننظفها بخل التفاح الطبيعي وفوائده كثيرة إخواني ولا تنسون استعماله.